مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو جدا سهلة وسريعة وان شاء الله رح تعجبكم. عنا لتر حليب، كمان 3/4 الكوب سكر، بحط ملعقة صغيرة فانيلا، كمان 4 معالق طحين، ملعقتين طعام كاكاو، خلطهم شوي. بسم الله. هلا بحطهم على الغاز وبحرك تحريك مستمر. بحرك تحريك مستمر عشان ما يلزق الخليط. ان شاء الله الوصفات اللي عم بعملها تكون عم بتنال اعجابكم. إذا بدنا نعملها بحليب بودرة بنحط 3 لتر مي وكوب حليب، ونفس الطريقة نتبعها. نستمر بالتحريك ليغلي الخليط معنا. رح احط كمان جالاكسي فوقه، بيعطي نكهة كتير حلوة. خلطهم كمان ليدوب الشوكولا مع الخليط. بلشوا يغلوا، هلا منطفي الغاز. عنا موز، بدنا نقطع الموز الموز بهيدي السماكة منقطعهم. عنا القالب، بحط نايلو بهيدا الشكل. فينا نعملها بصينية بمقلاي بأي شي، يعني ما في مشكلة، القصة مش معقدة. بحطها بالقالب، هلا صف الموز بقلب القالب.
بعد ما حطينا الموزات هلأ بدنا نحط الخليط. بحركنا شوي قبل وبحطهم. بسم الله. كمان راح احط بسكوت. فينا اي نوع بسكوت متوفر عنا نحطه، ندور مربع اي شيء. وممكن فينا نحط البسكوت المحشي كريمة. هلأ بكبسهم شوي يلزقوا بالشوكولا منيح. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هذه الحلوة بعد ما حطيتها بالبراد ساعتين لنشيلها من القالب. بسم الله. أول شي بعملها بهذه الطريقة. هلا منشيل النايلو على مهل. هيدا الشكل النهائي. بهيدا الشكل. كمان بدنا نشوف كيف طلعت مع بعض. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي الحلو اللي عملته انا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.